أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. خلال الوحدة الخامسة تم التعرف على الفعل المعتل وأنواعه وكذا أدوات جزم الفعل المضارع. درسنا اليوم تطبيقات كتابية الأسبوع الرابع. نص الموضوع، نبدأ أولا بقراءة نص الموضوع. بعد قراءة نص الموضوع نمر إلى الفقرة الأولى أجيب. السؤال الأول، أذكر لماذا ذهب الأب إلى محطة القطار؟ أذكر لماذا ذهب الأب إلى محطة القطار؟ للإجابة عن هذا السؤال سنقرأ نص الموضوع مرة ثانية. إذن سنجيب عن السؤال الأول، أذكر لماذا ذهب الأب إلى محطة القطار؟ والجواب هو ذهب الأب إلى محطة القطار ليستقبل ابنه. سنمر إلى فقرة أنجز. أولا، أشكل ما تحته خط. في هذا النص هناك مجموعة من الكلمات تحتها خط، وسيحاول التلميذ شكلها. نبدأ بالكلمات التالية، الجواب لم ينتظر، لم ينتظر طويلا. كلمات أخرى، الجواب لقد قضى مرحلة تخييم ممتعة، لقد قضى مرحلة تخييم ممتعة. جملة أخرى، الجواب جلس الابن يروي عن مسابقات المخيم. ثانيا، استخرج من النص الأفعال المعتلة وأصنفها. في هذا النص هناك مجموعة من الأفعال المعتلة، ولكن قبل ذلك دعنا نتذكر أولا ما هو الفعل المعتل؟ إذن الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه حرف علة. فما هي حروف العلة؟ إذن حروف العلة هي الواو والألف والياء. أولا، أنواع الفعل المعتل. المثال، ما كان حرفه الأول أي فاؤه حرف علة.
والأجوف ما كان حرفه الثاني أي عينه حرف علة، والناقص ما كان لامه أي الحرف الأخير حرف علة. اللفيف ينقسم إلى قسمين، اللفيف المفروق هو ما كان فيه حرف علة بينهما حرف صحيح، واللفيف المقرون هو ما اجتمع فيه حرف علة دون أن يفرق بينهما حرف صحيح. نعود إلى سؤالنا، أستخرج من النص الأفعال المعتلة وأصنفها. أولا سنستخرج هذه الأفعال: حان، وقف، رأى، قضى، قال، ثم فاز. إذن هذه أفعال معتلة، أي أحد حروفها هو حرف علة. سندرج هذه الأفعال في الجدول التالي، واقتصرنا فقط على ثلاثة أنواع من الأفعال: المثال والأجوف والناقص. حان أجوف، وقف مثال، رأى ناقص، قضى كذلك ناقص، قال أجوف، وفاز أيضا أجوف. ثالثا أصنف الأفعال التالية حسب نوعها في الجدول. إذن عندنا المثال والأجوف والناقص واللفيف، اللفيف المفروق واللفيف المقرون. المثال ما كان أوله حرف علة، والأجوف ما كان أوسطه حرف علة، والناقص ما كان آخره حرف علة، واللفيف المفروق أي يحتوي على حرفي علة. فنجد هوى لفيف مقرون، وقال ناقص، وفى لفيف مفروق، ضاق أجوف، وسار أجوف، وفد مثال. رابعا أستخرج من النص فعلين مجزومين: في هذا النص هناك أفعال مجزومة، ما هي أدوات جزم الفعل المضارع؟ إذن أدوات تجزم فعلا مضارعا هي لم ولا الناهية ولما ولام الأمر. لاحظوا لم ينتظر، وعندنا لنسرع، أمر للسؤال رقم 5: أدخل على الجمل التالية لم، لام الأمر، لا، تخرج إلى الحديقة للتنزه، يحتل أحمد الرتبة الأولى، تقطف ورودا من الحديقة. لتخرج إلى الحديقة، لم يحتل أحمد الرتبة الأولى، لا تقطف ورودا من الحديقة.
السؤال الثالث: أدخل لام الجر على الأسماء الموصولة التالية: الذي، اللواتي، اللذان. نقول: للذي، للواتي، للذين.